عسلامة. عسلامة. وين جيتونا الثلاث؟ احنا جينا من تونس. العاصمة هي. انا بالهواري. هواري. من تونس حطينا. احنا اليوم في الهواري، اش قولك في البلاصة هي؟ فطاق بلاصة ديما نجيها كل صيف انا. سي فريمون ذا بليس تو بي كيما نقولوا. البحر يفطق، الموجة محليها، طقس عندك اخضر الشمس. تونس سخونة سخونة، احنا توا نعوم ومحليها. وكهو اخضر الجو محليه. انت قلت لي هوني فما شمس. في تونس فما الشمس؟ تونس فما ياسر شمس، هذيك هي المشكلة. وني عندك شمس وبحر، معناها كي تسخن ياسر تمشي تعوم. في تونس سخانة ياسر الحق. تونس معناها فيها شمس وبحر، علاش؟ شنو الحاجة اللي خلاتك تختار الهوارية على بحورة تونس؟ الهوارية نظيفة، ما فيها حتى ديديشي. احنا نجيو في الصيف ديجا أنا وجماعتي، افيك أون أون أسوسياسيون، ننظفوا البحر ساعات، وفي الشتاء زادة نجيو، وكا هذاك عليه. احنا معناتها في جمعيه نظفوا البحر، شنو هي الجمعيه نتاعكم؟ جمعيه اسمها انتيراكت. انتيراكت كلوب. انتيراكت كلوب ريدي كارتاغو. اما احنا مش لهنا بالضبط ساعات، معناها حتى في المرسى وكل. بخلاف هواريه حكايه اخرى الحقيقه، وجوها وحده والبحر وجبل وعنا كل شيء لهنا، ما تقلقش. اي حاجه تحب تعملها في الهواريه تلقاها، فما البلونجي، فما كل شيء. هوني فماش تضايقات، ما فماش مشاكل، بالعكس بس عائلات حسب ما قاعد نشوف. مرين نسيو المونجيلا، معنيش وقت نقوم وقت اللي نحب ونرقد وقت اللي نحب، وكاو حاجه اخرى معناها الريتم يتبدل جمله معناها. ستريس على القرايه، ستريس كل شيء، تجي هوني تفرهي تعدل الويكاند ولا كل شيء؟ اون فيت احنا في الشتاء نجيو فاكونس، وفي الصيف نجيو لي ويكاند وكل. قالوا لي عندكم دار هوني تي. اي دار في جبل الغاج. هنا 10 سنين تقريبا هوني نسكن في الهواري. ديما نجيو. قلت لي في جبل. في جبل اي. تيفاش في جبل؟ معناها قريبة كوا. لي ميم باش نتعملوا روندوني هوني، يا بلان داكتيفيتي افيغ، تعملوا روندوني تطلعوا في جبل ورايا هكا، تطلعوا للدار هذيك. تقعدوا تجيبوا ماكله معاكم وحلوه، يا بلان داكتيفيتي هوني. هواريه بحر نظيف، كي المريه راهو توا خاطر هيش فما الموج، اما كي يبدا نظيف رايد تشوف سقيك، معناها تبدا تعوم مريه، وفيها في تونس يبدا ملوث وكله صخ، ومش نفس حاجه جمله معناها، حتى شيء ما فماش جمله معناها. شوفوا انت توا، وحتى كي يبدا هيج وتشوف بحر مرسى رايد هذا خير. شنو هو الحاجه اللي تطمح لها؟ حلم نتاعك شنو؟ طموحك شنو؟ طموحي طموحي اللي تولي اللي نشريو جيتسكي. نشريو جيتسكي والا زودياك ولا حكايه، عرفت الكبار هكا، ونبداو نجمو نمشيو لداخل، عرفت وين الماك اللي يبدا ازرق هكا محليه على الاخر، ونهبط الرطب وكل، ونشوف الحوت الكل وكل الامان. بو عملناها احنا الحقيقه. وتوا نجي نوليو نحطوا لنا دي كونتينر تاع زبله، خاطر فرانشمون احنا كي نجيو ننظفوها وكل لازمنا عندنا وين نلوح وكل. وكا برافو بالحق جبتها حاجه كي خاطر انا قاعد نشوفهم تقصير من البلديه، تحب ولا تكره ما فماش حتى كل حاوياتك الصغار هذوكم، حتى واحد يطيش فيها كل بوبيل نتاعو. برافو يعطيك الصحه كي خدمت حاجه كي. عايشك. عسلامه. عسلامه. احنا في هواريه في البحر. البحر متاع هواريه، الطقس سخون اليوم، ونعملوا في جو فما برشا عباد نعوم وكل، بحر هايل وسخون. و جيت انا جيت من تونس. اي المرسى. خليت بحيرات المرسى وجيت هوني عليه، خاطر البحر هنا الحقيقه هايل، وبغبغه متاع المرسى، المرسى فيه وسخ معناتها هذا اون بليس هذا جوغ نظيف، وكما قالت عايشه ترونسبارون وكل. احنا اليوم في هواريه، كي نقولوا هواريه نقولوا طبيعه خلابه، نقولوا جبل وبحر، بلاصه فيرج، بلاصه محلاها، بلاصه الزوار الكل يجوها من بلايص الكل، ولكن الحاجه اللي توجع شويه وتغيظ كي نشوفوا بحر كي نلقاو على الشاطئ شويه وسخ، باش ما نقولوش برشا. صحيح اون فيت هي الهواريه، من عاش فما عباد يقول لك الهواريه هي هوايه للريا، ديجا معناها الهواء نتاعها باهي برشا، وسي اللي انكور ان بو فيرج معناها مازلت طبيعيه شويه، ومعناها سي دوماج كي تشوف بحر بالكاليتي هذايا والنظافه هذه، ومعناها حتى اليوم البحر هيج ونظيف وكل، وترى مالوغوزمون الوسخ اللي يجيب معناها ترى حاجات معناها ساعات تحشم، فهمتني؟ ما غير ما نسميو الحاجات، مي ابار دبيبز بلاستيك اللي هما ابار معناها الوسخ
ماهمش بيوديغرادابل، معناها يقعدوا في البحر، يدخلوا للبحر يقعدوا 200 سنه واحد، سي تري غراف. معناها يلزم العباد اللي هذا يجيب معاه ساشي كما في داره ساشي، اللي حاب يقعد ويفطر ويعمل اللي حاب، ومن بعد يلم له صخر بتاعه ويطلع. وبيان سور البلديه لازم تساهم شويه، البلديه لازم تحط دي حاويات ان بو بارتو، حاويات باش العباد زاد اللي يلم شكاره مش لازم يطلعها في كرهبته، يلفو ميو يحطها في الحاويه، وكان ما لقاش الحاويه يطلعها في كرهبته، شنو المشكله؟ فما في الثنيه فما برشا حاويات ينجم يلوح فيهم، فهمت؟ البلديه وحدها مش كافي، خاطر قداش باش يعملوا؟ والمواطن لازم يكون واعي، خاطر هو شنو البحر اللي هو العباد الكل، معناها كي يجي المره الجايه باش يلقاها مسخ، يجي المره الاولى ينظفوا، المره الجايه يجي يلقاها باقي نظيف. يقول لك العومه في اوسو ما عندهاش حتى عومه اخرى، ما كيفاش حتى عومه عليه؟ والله يكون خاطر سخانه، معناها في سخانه واحد يتبنن اكثر البحر، لما ما حتى في جويي وكل باقي العومه باهي هنا، ما فماش. اليوم وصلت السخانه ما يراوح 47 في الظل، شنو دواها السخانه هذه ابار البحر؟ ابار البحر دواها يقعد في الدار ويحل الكليماتيزر. اما بون المشكله في الكليماتيزر توا، خاطر سمعنا الصباح اللي فما برشا بقايع قص فيهم الضوء، خاطر العباد الكل تشعل الكليماتيزر، وحتى في تشعيل الكليماتيزر فما زاده نقص وعي، مش لازم يحطوا واحد في 16 و 17 دوغري، تحطوا في ال 25 سي سوفيزون ويبرد، فهمت؟ باش العباد الكل او موان تلقى كليماتيزر باش تبرد، مش ثلاثه يبرد ومن بعد يتقص الضوء. اكثر طرفه صارت لك في البحر ما تنسى هي الجمله حكيتها بنتي. قبل هوني كان فما كلوب نوتيك وعاملينك الحبل فيه لي بوي، هو اون فيت بور ديليميتي البقعه اللي تدخل منها وتخرج الفليك، حاسيلو شدوا فك الحبل ويدخلوا لداخل بكل، ما عادش فيهم. جيت للبحر ما لقيتهمش، حاسيلو تحرب فجعه، مش فجعه كبيره، وعيت للامن وعيت الحمد لله في سعجه واحد، ومن بعد الحمد لله ما ذيك اكثر فجعه. عسلامه. عسلامه. احنا وين اليوم؟ احنا في الهواريه. هواريه منين جيت به؟ من حمام لوف. خليت حمام نلف بحر حمام نلف وجيت الهواريه عليه؟ اكيد الصيف ما يحلك بالهواريه، معني بحرها ياسر اكثر مزيان ما شاء الله تبارك الله، يهب البحر. معني شنو الحاجه اللي رقيتها هوني ما رقيتش حتى بلا صخ؟ الكالم اكيد، ونظافه البحر. وكا احكي على اكثر طرفه صارت لك في البحر ما تنساهاش. والله ما برشا طرفيت. اي البرد محلي اكيد، شكو محلي، اما طرفه شنو حاجه صارت لك تضحك في البحر هنا؟ والله ما اي تريحه اللي ناكلوها من الموجه. جيت تعوم تاكل تريحه؟ اي اما سافا باهي، نظافه البحر والجو ينسيوك اكيد، معناه في التعب باهي الهواريه. عسلامه منين جيت؟ جيتكم بور سدري. هكاك باهي نظيف، ساعات هي ساعات راكعه فما من غاديك البرد بيه زادا، حتى لو راج جبل فما بلاصه مزيانه برشا. اول مره جيت هوني؟ اول مره.